مساء الخير والله يعطيكم العافية. من المعروف انه اسلوب الشباب وتصرفاتهم تختلف عن اساليب وتصرفات الصبايا. خلينا نشوف هلا تصرفات الصبية بعد اول اسبوع من الزواج في اول زيارة لبيت اهلها. والله اهلا وسهلا يا عبورتي. الله يسعدك. وكيف حالك؟ والله الحمد لله بخير. والله يابا الك هالاسبوع اللي متجوزتي قعد علي كانه سنه. والله كانه سنه. انا فقدتكم كثير كمان والله يابا. والله اهلا وسهلا بيتك ومطرحك يابا. نورتي نورتي بيتك ومطرحك. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. واحنا كل يوم عندنا عبيه. تفضل يا ابو عدنان. تفضل. الله يسلم ايديك يا ام عدنان. تفضلي يمه يا عبيه. الله يخلي لي اياك يا ماما. هذا يا ماما سخونها ايه بعدين بتشربها بس برد اوف بلاش حرقت ايه كل يوم يا حبايبي. ماي والله نورت الدار من وين اليوم من الشمس طلع والله يا ابن الحلال اني انا بظلم ما بشوفك. الله يسعدك يا ماما. والله الله يرضى عليك يا عبي قلبي لك يا ابو وانا كمان قلبي وربي رضيان عليها. الله يرضى عليها. فقدناك يا امه يا حبيبتي. والله فقدناك. والله الدار بلاك يا امه التونه مطفيه يا حبيبتي. والله انا فقدتك كثير يا ماما. اهلا وسهلا يا بنيتي. اهلا وسهلا. ايش يا ماما شكلكم غيرين ديكور البيت؟ مالك يا ماما يا حبيبتي. الله يسامحك ويهديكي. هذا يا ماما مش لدهنا ما تجوز اخوك عدنان دهنا. الله يرضى عليك. ولا شكل العريس يا ماما ده لحس عقلك. ولا ماما مش عارفه والله ناس عمري شفته هيك اول مره بشوفه هالقد حلو. لا يهديك يا بنيتي. الله والله بقول له العريس لحس عقلها يا معدن. ضيعت ضيعت. اي خلص يا ماما نسياني يعني نسياني نسيت مش مشكلة. يلا كيفك يا حمودة؟ الحمد لله. ما شاء الله كبران. اه اي صف صرت؟ سابع. انا مالك وانك مش عارفة. اه سابع ما شاء الله كبرت بسرعة. سامالكش اسبوع رايحة من عنا. اي خلص تاخدش ببالك نسيت يعني. سامالكش اسبوع رايحة. اسكريك. شو قصتها هاي الساعة قبل اسبوع راحت من عنا كانت تشمطني كل كف ولا هو تلحقني على الشارع اذا بكسري لها قلم الحمرة. غريبة والله. هذه البنت هذه عبورة بسم الله ما شاء الله والله معرفتها. ملاك نازل من السماء. خلونا نشوف اسلوب الشاب وتصرفات الشاب بعد اول اسبوع من الزواج. تفضلوا.